أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عليكم بالعافية. اليوم معنا شيف محمد من شركة كايتر التموين. أهلا وسهلا شيف، كيف حالك؟ أهلا بحضرتك، أهلا بكي، أنت كيفك؟ الحمد لله بخير. شو أخبارك؟ العام أنت بخير؟ الحمد لله. شو اليوم حتحضر لنا وصفة؟ معنا شرائح الشوفان بالكراميل والجنزبيل. جنزبيل بوصفة سريعة وخفيفة، وكمان حتى مكوناتها يعني في مكونات اللي هي صحية. شوف إذا ممكن تعرفنا بمكونات الوصفة. أوكي، معنا دقيق، سكر أسود، شوفان أو أوتس، وجوز الهند الدراي. معنا شوجر سيرب أو القطر، ومعنا زبدة. أوكي، أول خطوات بنسخر الكاسرول بتاعنا، نحط الزبدة بتاعتنا عشان تسيح مع السيرب. أوكي، الأول حطينا القطر، دلوقتي حطينا الزبدة، نخليهم يدوبوا مع بعض الاثنين. طبعا شيف احنا بنعمل حلويات صح، وفي ممكن الاشخاص يتناولوا اللي هي الحلويات بس بكميات جدا صغيره، واحنا ما بننصح دائما انهم يتناولوا الحلويات. الافضل انه لما بدهم يحلوا ياخذوا الفواكه، ونحاول الحلويات لما بدنا ناخذها ما تزيد عن ال 120 100 ل 120 سعره حراريه تقريبا. تيجي حجم الكوكيز او القطعة اللي مفروض ياكلوها نص الكوكيز اللي احنا ان شاء الله اليوم حنعملها. بالضبط، هذه هي الحصة، بتعطيني تقريبا من 100 ل 120 سعرة حرارية. بالضبط بالضبط. بنجيب طبق زي كده، الموضوع سهل خالص على السادة المشاهدين، ونحط فيه اللي هو دراي ايتمز. اوكي، نحط فيه الشوفان بتاعنا. الشوفان تقريبا نص كوب، ثلاث ارباع الكوب او نحط في الدقيق. شوفان كوب كامل. بالضبط. والدقيق ثلاثة ارباع الكوب. اوكي. نحط في وربع كوب سكر. السكر بني. خلاص الزيت بتاعتنا، بنقلب المكونات ديت الاول مع بعضيها. طبعا الشوفان بيقلل الكوليسترول لانه بيحتوي على الالياف اللي هي المذابه في الماء، او اللي هي الووتر سوليبل فايبرز، فهاي بتقلل الكوليسترول وجيده جدا لصحه القلب. بس مش معناته احنا نتناولها في حلويات، ممكن على السحور نعمل لنا مثلا صحن من الشوفان، او على الفطور شوربه الشوفان، مش بالضروره تكون بشكل الحلويات، او الحلويات هاي نعملها دائما. بالضبط. بس طبعا الحلويات عشان نعملها صحيه اكثر ممكن نضيف مكون الشوفان بدل ما تكون كامل الوصفه بالدقيق او بالطحين. بالضبط بالضبط. في ناس بيحبوا يستخدموا الدقيق الاسمر لانه طبعا صحي اكثر، بيحتوي على الالياف اكثر، وبيحتوي على فيتامين بي وحديد ومعادن اخرى. اوكي شيف، هيك خلطت انت كل المكونات مع بعض. بالضبط. ونحطها في صينيه الفرن، مدهونه زيت، وبنحط اللي هو ورق، اللي هو الورق الحراري ده، وبنحاول ان احنا نفرد العجينه بتاعتنا بسمك معين. بنسوي العجينه هيك. طبعا مشاهدينا كل كوكي بتعطينا 187 سعره حراريه، فيها 25 جرام من الكربوهيدرات اي ما يعادل تقريبا حصه ونص، بتحتوي على 3 جرام من البروتين وجرام ونص من الدهون. بنشيل القطعنا بالقطر، وممكن نسويها كلها مرة واحدة وبعد كده نقطعها بالسكينة، بس بشرط تكون الكوكيز لسه سخنة عشان ما تكسرش. تطلع معنا بالشكل ده، كتير جميلة. دلوقتي بصي قطعناها بالقطر على شكل دوائر، فينا نفردها كلها في نفس الصينيه، ونحطها في الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن بعد 25 دقيقه نقطعها مربعات، نقطعها دوائر، نقطعها استار على حسب. نحطها في الفرن دلوقتي على درجه حراره 180 لمده من 15 ل 20 دقيقه.
ودلوقتي لان ما تاخد اللون اللي هو الذهبي اللي هو الفاتح الكويس، وبعدين بنسرفسها على اللي هو على الظهر اللي كان اللي هو المقابل للورقه الحراريه، بيبقى لونه شكله احسن واقوى اكتر. ودلوقتي احنا عملناها قبل عملناها مسبقا وطلعت معانا بالشكل ده. اخترنا الجرنش اللي احنا عاوزينه، نديها شوكولاته، نديها فراوله، نديها جريبس، نديها دراجون فروتس، نديها كريم اللي احنا عاوزينه. ممكن نسيبها شويه بلين. دارك شوكليت، دارك شوكليت ممكن نسيبها بلين، لان الطبق بتاعنا الجرنش ده بابا للاضافه شكل، للاضافه الشكل. ممكن ناكلها كمان ساده من غير جرنش خالص لو احنا بس كتير كتير جيد انه انت شيف استبدلت جزء من الطحين بالشوفان، يعني خليتها وصفه نوعا ما شوي صحيه للقلب. بالضبط، عرفت فيها الياف، يعني ممكن زكي. كسناك تشبع. طب زكي كمان الاطفال في محبين اكتر للسويتس، فاحنا فينا ان احنا نستبدل السويتس اللي احنا بنشتريه من بره ونعمله في البيت، كمان بيكون صحي اكتر ويكون مفيد اكتر لاطفالنا. ونبقى متاكدين من المنتج اللي احنا بنديه لاطفالنا هو ازاي مصنوع، لان احنا بنبقى طبعا عاملين عليه رقابه في البيت، واحنا بنتبع خطوات الامنه في الترتيب وطبخ الاشياء، فبتبقى امنه اكتر للاطفال وامنه اكتر ان احنا ناكلها في شهر رمضان. صح. عملناها في البيت زي ما قلت لك، الخطوات كلها خطوات سهله، وكل الانجريدينس موجوده في كل مكان. ده توجيه لكل ستات البيوت في كل مكان وكل متابعينا في كل مكان، ان انت حضر الاشياء ديت للاطفال في البيت، بتكون مفيده اكتر من غير مواد حافظه، بتكون طازه وفريش وامنه، وبتبقى على الاقل انت عارف ومتاكد هي مصنوعه ازاي. اكيد. شكرا لك شيف على الوصفه الصحيه. وبهذا مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، نشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده ووصفات صحية أكثر إن شاء الله في برنامجكم. عليكم بالعافية.